السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف ليه نظامك الغذائي اليومي لازم يكون فيه زنك؟ في 60 ثانية هقول لك عن أهم 10 فوائد للزنك. الزنك مهم جدا لأنه بيحسن جهازك المناعي وبيحميك من نزلات البرد والإنفلونزا. بيسرع من الالتئام وشفاء الجروح ويقلل الإصابة بالأمراض المزمنة، بيحسن المزاج، بيساعد في نمو الأطفال، بيمنع ويعالج الإسهال، بيحسن التركيز والاستيعاب عند الأطفال، بيزود الخصوبة عند الرجال، ويساعد في علاج حب الشباب، ويساعد في عمل هرمون الغدة الدرقية. مش كده وبس، بيمنع الإصابة بالضمور البقعي في العين المرتبط بالعمر. علشان كده الأطفال من سن سنة إلى 8 سنوات لازم ياخدوا من 3 إلى 5 ملي جرام في اليوم زنك. الرجال لازم ياخدوا 11 ملي جرام من الزنك يوميا، والنساء لازم ياخدوا 8 ملي جرام من الزنك يوميا، أما الحوامل والرضع بيحتاجوا من 11 إلى 12 ملي جرام من الزنك يوميا. دي أهم 10 فوائد للزنك، علشان كده لازم نظامك الغذائي اليومي يكون غني بالزنك. أتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك اعمل شير ولايك للفيديو. أتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.